الإرهاب لا دين له، هاشتاغ قديم عاد للواجهة في تويتر الإمارات بعد حادث السيارة المفخخة التي حاولت استهداف موكب إغاثي إماراتي بالعاصمة الصومالية مقديشو كان يوزع المساعدات بمناسبة شهر رمضان، مما أدى إلى وفاة 3 أفراد صوماليين. فكتب المغردون الإماراتيون منددين بالإرهاب، مؤكدين أنه لن يردع أبناء زايد عن مواصلة عمل الخير وإغاثة المحتاجين. تفجير مقديشو، الإرهابيون لا دين لهم، أيام فضيلة يقابلونها بتفجير انتحاري ومحرضيهم خلف الشاشات لا زالوا يكتبون ويحرضون. وفي تويتر السعودية جدل طريف عبر هاشتاغين بعنوان افتتاح مطعم البيك وهاشتاغ آخر عن إغلاقه في نفس يوم افتتاحه بمنطقة القصيم، وذلك بسبب التزاحم الكبير على المطعم الواسع الشعبية في السعودية، ما أدى إلى تهشيم زجاج الواجهة، الأمر الذي أثار ردود أفعال طريفة ومستنكرة أيضا لحجم التزاحم والتدافع الذي شهده افتتاح مطعم. لو حرص بعض شباننا على تحقيق أهدافهم كحرصهم على شراء وجبة دجاج من البيك لأصبحنا في مصاف الدول المتقدمة. في حين رأى آخرون أن التزاحم على المطاعم الشهيرة أمر يحدث حتى في أكثر دول العالم تطوراً. وفي السعودية أيضاً يتفاعل المغردون مع المسلسل الأكثر حضوراً عبر تويتر سالفي للفنان الكوميدي ناصر القصبي، والذي دارت حلقته أمس حول خلاف طائفي بين مسافرين سعوديين يتعانقان فقط لحظة الخطر، لتنتهي الحلقة بمصح عقلي للمسافرين. الحلقة التي لقيت تفاعلاً كبيراً أنشئ على أثرها هاشتاغ سلفي سني شيعي. سلفي أثبت الليلة أن الغالبية يختصمون إذا تحدثوا بلسان غيرهم ويأتلفون إذا مثلوا أنفسهم فقط. وكتب القصبي عبر حسابه شاكراً هذا التفاعل مع حلقته قائلاً نحن أخوة وأبناء وطن واحد ولا للطائفية. وفي تويتر المصري مغردون يطلقون اليوم حملة لمقاطعة كل شركات الاتصالات بإغلاق الهواتف النقالة لمدى 5 ساعات، اعتراضاً على ما وصفوه بسوء الخدمة وغلاء أسعار شركات المحمول والإنترنت، للمطالبة بتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار بدلاً من صرف مبالغ ضخمة على الإعلانات. وهي الدعوة التي قوبلت باهتمام، إذ كان هاشتاغ الحملة هو الأنشط في تويتر المصري هذا الصباح. وإلى تويتر العالمي، وموجة غضب من تركيا بعد أخبار تفيد بأن داعش قد تسلل مجدداً إلى مدينة كوباني السورية الحدودية عن طريق تركيا، الأمر الذي أثار استياءً عالمياً. عكسه هاشتاغ إنجليزي بعنوان تركيا الإرهابية، الذي كان أنشط هاشتاغ في العالم ظهر اليوم. وأخيراً يكتب المغردون العرب عبر هاشتاغ بعنوان رمضان السنة دي محتاج. رمضان السنة دي محتاج أخلاق يا سادة. رمضان السنة دي محتاج فوانيس مصر، مآذن الشام، متاجر بغداد، مساجد اليمن والقدس الحبيبة. اللهم أصلح حال العرب والأمة الإسلامية. رمضان السنة دي محتاج مصر من غير فوضى، سوريا من غير قتال، غزة من غير حصار، العراق من غير انفجار، اليمن من غير انشقاق. وبالطبع فإن المتضررين من دعوات الوحدة لم يطلبوا في رمضان إلا ما يشبههم صاروخاً نووياً على القناة التي تذيع مسلسل سلفي. رمضان مش محتاج، لأن رمضان السنة دي زي رمضان من 1000 سنة، الناس اللي عقولها بتتغير من سنة لتانية.